طيب كابتن، انا هكلم في ثلاث عناصر مهمه جدا بخصوص الحاله ديت. نمره واحد، هل تقنيه الخطوط مش موجوده؟ موجوده. مش موجوده؟ موجوده. طيب هل المخرج اتعرضت عليه الخطوط وما طلعهاش؟ لا. المخرج ما عندوش مشكله وطلع المخرج قال هو لك طلب. أنا طلب الخطوط ما جاتليش، يبقى هنا المخرج هنا بره القصه خالص. هل الاوبريتور ما اشتغلش شغله؟ اشتغل. اوبريتور. ما هو بيطلب من الحكم، الحكم بيطلب منه. يبقى انا عندي ثلاث حاجات. يا اما انا تقنيه مش موجوده، يبقى انا عندي العين المجرده ليا انا كحكم في الفار بشوف الحاله. سؤال. طيب لو التقنيه مش شغاله مش المفروض الحكم يعرف؟ لازم الحكم يعرف. لازم يبلغ حكم الملعب. وبلغ حكم الملعب، لان انا يا جماعه تقنيه الخطوط مش شغاله، عشان بس لو جه هدف ما حدش يقول لي نراجعه. خلاص دي مهمه جدا جدا. ولكن يا كابتن انا النهارده بالعين المجرده للحاله يا كابتن محمد، لو انا على الفار وما عنديش الخطوط والحاله موجوده عندي، انا ما اقدرش اخد فيها قرار كحكم فار؟ انا اسال حضرتك، ما عنديش معلومه. ما انا بقول لك هنا البروتوكول، هرجع للبروتوكول برضك بيقول ايه؟ قال لك لو انت عندك التقنيه اتعطلت وعندك حاله من الحالات الدقيقه جدا جدا، يعني تسلل فرق بسنتي او باتنين سنتي او تمشي. انت كفار تعمل ايه؟ تمشي مع الحكم. السؤال، امشي مع قرار الحكم المساعد في الملعب. تاني، بس في فرق ما بين ان تسلل دقيق جدا جدا فرق باتنين سنتي، وفي فرق ان تسلل فارق بثلاث اربع خطوات زي حاله مجنون او زي الحاله ديت. اذا هو بيقول لك ايه كحكم بار، لو التقنيه عندك مش شغاله امشي اعمل سبورت للحكم المساعد. تمام؟ مظبوط. مش في الحالات الكبيره بقى اللي هي الحالات اللي هي واضحه. ثلاث اربع يارد. عشان البعض قال ايه؟ اصل الحكم الفار بيمشي مع لا بيمشي في حاله واحده بس. في الحالات الدقيقه بس اللي هي فيها ايه؟ سنتي 2 سنتي 3 سنتي بس امشي اعمل سبورت. انما انا كمان كفار محمد انا شايف الحاله. هي حاله مجنون ومحتاجه النهارده خطوط؟ ما كانتش محتاجه. انا محتاجه خطوط انا من الفار؟ لا خالص. الحكم المساعد اشار على تسلل. فقد التركيز. انا كفار من غير الخطوط انا شفتها، اعمل كونفيرم على قرار حكم مساعد واقول في تسلل؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش. هنا بقى اخر نقطه هقولها. احنا النهارده مش عارفين، انا عن نفسي لحد دلوقتي مش عارف. محمد انت عارف هو الخطوط طلعت ولا ما طلعتش ليه؟ محدش عارف. انا بقى انا بطلب النهارده من لجنه الحكام، ودي البدايه يا جماعه، احنا لازم نقول الكلام ده. لو مشكله عند الحكم تطلع قوله يا كباتن. ماتش برشلونه وريال سوسيداد تقنيه النصف الي مش الخطوط بالظبط، واللجنه طلعت شرحت ايه الموضوع وايه اتخذ فيه القرار الفني ازاي. انا عاوز اقول لك يا كابتن محمد، دي بدايه وانا رساله كابتن ياسر، مش عيب ابدا انا كلجنه حكام اطلع اقول المشكله كانت فين. اقول هل هي عند الحكم؟ هل عند الاوبريتور؟ هل عند التقنيه؟ المخرج قال لك لا انا ما عنديش مشكله، يبقى انا لما اطلع النهارده كلجنه الاتحاد الانجليزي النهارده لما طلع قال لك هدف ليفربول صحيح 100%. انا نفسي الشفافيه دي تبقى عندنا. انا النهارده الاتحاد الانجليزي هارد وير طلع قال كده. قال ان حكم الفار اخطا وان هدف ليفربول صحيح 100%، وبالتالي حكم الفار يعاقب يا كابتن. انا محتاج النهارده لجنه الحكام تطلع تقول يا كابتن ايمن ايه. على فكره البيان كابتن ناصر اللي طلع كابتن ياسر وضح فيه، خد بالك ان الاسبوعين الاوليين احنا مستنيين تحليل الحاله دي. لا يعني لا، اللجنه لما جت برده عشان نبقى كانش لها علاقه بالاسبوع ده، خالص. الاسبوعين يعني كابتن ياسر عشان نبقى صادقين برده وندي كل واحد لسه هيبدا يعمل الاسبوع لسه هيبدا، ويمكن هو في البيان قال حاجه يمكن انا نبهت لك على حاجه. قال تحليل الاسبوع الثاني، هو قال تحليل الاسبوع الثاني وقال تحت تحليل بعد كده الاسبوع، زي ما قلت لك انا بدماغ الكابتن ياسر ان في حاجه ممكن تحصل في الالعاب دي. اكيد هيبقى في توضيح للالعاب اللي زي كده كابتن. التحليل دوت للحكام، لا مش للناس اللي بتسال زينا يعني. لا احنا عايزين كمان برضه لينا يا كابتن نصر، احنا عاوزين نعرف. احنا كابتن التحليل ده للحكام في غرفه مغلقه. انا بقول لك انا بتكلم لجنه الحكام زي ما طلع الاتحاد الانجليزي كابتن ايمن طلع قال ان هنا في خطا من حكم الفار. انا بقول ايه المشكله انا كرئيس لجنه الحكام النهارده حتى لو انا داخل بعد اسبوعين اطلع اقول يا جماعه الحاله ديت احنا لما شفناها وشفنا محادثات الفار لقينا ان المشكله عند فلان، اطلعوا كده. انا اعتقد يا كابتن بقول لك من كلام مع الكابتن ياسر ان في الفتره اللي جايه وبدايه عمله وتعييناته الحالات الجدليه هيبقى فيها حاجه من ناحيه نجله الحكام للتوضيح للناس وللشفافيه.